بس معايا مداخله دلوقتي في منتهى الاهميه، عشان كان في قرارات النهارده مهمه جدا مهمه جدا من اتحاد الكره المصري. عشان كده معايا عبر الهاتف الان الدكتور ايهاب الكومي زميلنا الاعلامي الكبير عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل زميلي العزيز طبعا المتالق دايما زميل الكريم، بحييك وبحيي كل مشاهدينك ودايما من نجاح لنجاح. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا. النهارده اجتماع اتحاد الكره الاول قبل اي حاجه طبعا يا فندم خالص التعازي طبعا لمصرنا كلها في يعني شهداء كنيسه طبعا المنيره صباح اليوم في الصين، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله للمصابين الشفاء العاجل، وطبعا ده حدث جلل لمصر كلها لان احنا كلنا نسيج واحد وهنعيش طول عمرنا ايد واحده، ويا رب يا رب ما نشوف حاجه وحشه لمصر كلها مسلم ومسيحي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب اول هذه القرارات اليوم كان تعيين الكابتن وائل رياض والكابتن عصام الحضري في جهاز المنتخب الاولمبي، وكنا سمعنا خلال الايام الماضيه انه كان في اكثر من اسم مرشح لهذه المهمه كاعضاء مصريين في الجهاز الفني. لماذا تم اختيار الكابتن وائل رياض والكابتن عصام الحضري؟ طبعا زي ما انت عارف ان الرؤيه الفنيه الخاصه بالمنتخب الاول مع الكابتن حازم امام، المنتخب الاولمبي مع الكابتن محمد بركات تمام. طبعا كابتن بركات قعد مع المدير الفني ميكالي وعرض عليه اكثر من اسم ومن سيره ذاتيه، وتم الاتفاق فيما بينهم على وائل رياض، لان وائل رياض زي ما انت عارف كان قريب جدا من منتخب مصر الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب وحافظ اللعيبه، واحنا في وقت ضيق محتاج واحد يكون عنده درايه عنده خبره في كل لاعب موجود في منتخب مصر الاولمبي قريب من اللاعبين، وشيتس برضه عنده خبراته، وان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق. فيما يخص عصام الحضري زي ما انت عارف في بطوله كاس الامم الافريقيه وجوده مع منتخب مصر الاول، حضري قدم يعني مجهود اكثر من رائع، شفنا اربع حراس مرمى على اعلى مستوى سواء شناوي او جبل او صبحي وجاد، فطبعا عصام الحضري ان شاء الله مشروع مدرب حراس مرمى كبير جدا امتداد للعظماء في مصر سواء الكابتن فيكو والكابتن ناجي والكابتن احمد سليمان والكابتن طاهر والجميع، فانا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، لكن الاختيار تم بناء على الجلسه اللي جمعت كابتن بركات مع المدير الفني ميكالي. لماذا لم يتم اختيار مدرب مساعد المنتخب الاول، مدرب مساعد مصري للمنتخب الاول النهارده؟ تمام، زي ما انت عارف احنا بنترك الحريه كامله لكل مدير فني في اختيار الجهاز المساعد اللي موجود معاه. طبعا فيتوريا جاي ومعاه عدد من المساعدين، اتعرض عليه برضو كابتن محمد يوسف، اتعرض شوقي، اكثر من اسم، لكن الراجل في المرحله دي شايف ان هو بيكتفي بالعدد اللي موجود معاه، لكن الموضوع مش مقفول، في جلسه لسه هتجمع كابتن حازم امام مع المدير الفني للمنتخب المصري الاول. اذا ما تم الاتفاق فيما بينهم على الاستعانه باحد المدربين المصريين هيتم الاعلان عنه، واذا ما الراجل قال انا مستكفي بالعدد اللي موجود معايا خلاص بالحريه الكامله، لان هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب وعن نتائج المنتخب، ولازم ان احنا نديله الفرصه كامله والاريحيه كامله في اتخاذ القرارات الفنيه. يعني حتى هذه اللحظه فيتوريا مكتفي باللي موجودين معاه ومش عايز عضو في الجهاز الفني يكون مدرب مساعد جديد مصري. لا هو قال جلسه قال بالظبط ان في جلسه لسه، يعني قال لكابتن حازم هتجمعنا جلسه ونتم الاتفاق، اذا كنت محتاج هقول لك ونشوف مين اللي هيكون موجود معانا، واذا انا شفت ان الرؤيه خلاص يبقى احنا هنتفق كده، فاحنا سايبين كابتن حازم لسه هيقعد معاه وهيقول لنا القرار ان شاء الله. دكتور ايهاب، هل هيكون في مدير للمنتخب؟ لا مفيش مدير للمنتخبات، لا المنتخب الاول ولا المنتخب الثاني، اذا كان في هيبقى في مدير اداري ان شاء الله. مدير اداري. الخلاف على الاستاذ محمد غرابه مدير اداري او مدير المنتخب ده حاجه فعلا زي ما قرينا؟ مفيش خلاف اطلاقا، محمد غرابه واحد من الشخصيات المحترمه جدا. عفوا اتفضل. عفوا يا كريم. اتفضل يا في الوسط الرياضي النهارده الراجل بيحظى بمحبه داخل مجلس الاداره، لكن يعني في اسماء برضه مرشحه، وقلنا كابتن حاتم النهارده ما كانش موجود لظروف صحيه صباح اليوم واعتذر عن الجلسه، فاحنا ارجعنا برضه قرار لما يكون الكابتن حازم موجود، لان هو طبعا هو المسؤول عن المنتخب الاول، لكن محمد غرابه واحد من الشخصيات الجميله جدا اللي لو موجوده هتكون اضافه بكل تاكيد لمنتخب مصر الاول. عظيم جدا. النهارده كان في عده قرارات مهمه عايز اناقشك في كل قرار على حده، والقرار الاول هو ان تكون قوائم الانديه الموسم اللي جاي 30، وقت ما سمعنا انه ممكن يبقى في تقليل ليها ل 25، ليه اخترتوا 30 لاعب في كل قائمه لكل فريق؟ فيما يخص شكل الدوري وفيما يخص القوائم المتعلقه بالدوري لم تتخذ فقط من مجلس الاداره، ولكن بعد اجتماع
السيد عامر حسين المسؤول عن المسابقات مع فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول، عرض عليه كل شيء، عرض عليه بدايه الدوري امتى، نهايه الدوري امتى، تسكين المباريات، التوقفات، عرض عليه القوائم، وتم الاتفاق فيما بينهم، وبالتالي تم العرض على مجلس الاداره النهارده بعد الاتفاق ما بين المدير الفني ان احنا كلنا في الاول وفي الاخر هدفنا خدمه منتخب مصر الاول، والبطوله المحليه بتهدف الى خدمه منتخب يعني مصر الاول. يعني فيتوريا هو او اقترح انه يبقى في 30 لاعب في كل قائمه؟ هو قاعد مع الحاج عامر اكثر من جلسه، والحاج عامر كان متواجد معاه في زيارات الاجهزه الفنيه للانديه المختلفه، وبالتالي تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالدوري وبالقوائم وكل حاجه، والحاج عامر النهارده عرض الامر على مجلس الاداره وخد الموافقه. الاستقرار على وجود 5 لاعبين اجانب في كل فريق وقت ما كان في اصوات بتنادي بتقليل عدد الاجانب في الدوري المصري عشان نضمن للمنتخب المصري عدد كبير من اللاعبين الجاهزين. يعني احنا استمرينا بـ5 لاعبين في الدوري الممتاز و2 لعيبه في القسم الثاني، لان برضو انت عارف الانديه بتأن، ففي بعض الانديه بتستثمر من خلال اللاعبين الافارقه اللي بتكون بعضها من خلال مصر، وفيهم اللي بيبقى مفيد جدا للنادي وبيعمل برضو يعني منافسه شريفه بينه وبين اللاعب المصري، وده انا شايفه ان هو مش ضرر على اللاعب المصري في عدد من المراكز. احنا لما جينا في حراس المرمى وقفناها لما كان في ضرر، لكن دلوقتي لازم انا كمصري لازم ان انا اثبت ان انا جدير، ان انا العب على حساب اللاعب الافريقي او اللاعب الاجنبي اللي موجود، وبالتالي هي منافسه شريفه ما بين الجميع. فاحنا قلنا ماشيين على الـ5 اللي موجودين برضه زي عظيم. طيب فكره انه يبقى في موجود 3 لاعبين في قائمه الانتظار حتى يناير، ممكن افهمها من حضرتك؟ طبعا انت عارف في بعض الانديه بتستنى لغايه النهايه عشان تسوق لعيبتها زي ما انت عارف، يعني في لاعب بيبقى خلاص هيمشي مش هستفاد منه النادي، فانا بدي للنادي في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها كل الانديه، لا انا بدي لك فرصه اللي اللاعب عندك يكون موجود. طيب انت جيت في قائمه الانتظار وفي الاخر ما تقيتش، لا انت هتدي له مستحقاته اللي موجوده، ده الاتفاق ما بين او اللائحه اللي بتنص ما بين الاتحاد وما بين الانديه، فبالتالي النادي مش هينضر واللاعب مش هينضر في كل الاحوال. عظيم. طيب الجزئيه المهمه وهي المدربين وحكاية المدربين وانتقالهم لأكثر من نادي، وكان في قرارات مهمة النهاردة بخصوص هذا الأمر، وأنه لا يسمح لمدرب أنه يدرب أكثر من فريق في الموسم إلا مع بعض الاستثناءات. ممكن حضرتك تشرح هذا البند أكثر؟ احنا بنهدف في المقام الأول والأخير إلى الاستقرار وإلى توفير عنصر الأمان سواء كان للنادي أو للمدرب. يعني ما ينفعش النادي يبقى المدرب شغال كويس ويقول له باي باي مع السلامة، لا في الحالة دي أقول له لا أنا آسف، لازم تدي له مستحقاته من خلال العقد المبرم بينه وبينه، واللي هو لو ما اشتغلش لازم ان انت تدي له كامل عقده لغايه ما يتعاقد مع نادي ثاني. طيب العكس اللي جه بعد كده، المدرب هو اللي قال للنادي السلام عليكم، تمام؟ بيدفع الشرط الجزائي اللي عليه ويحق له فقط خلال الموسم الانتقال الى نادي اخر فقط. فكده انا ضمنت حق النادي وحافظت عليه، ضمنت حق المدرب برضه عشان كان شغال في جو من الاستقرار عشان هو برضه عنده اسرته وعنده مصاريفه. فاحنا حافظنا على الـ طب ممكن افهم اكتر، يعني لو النادي دلوقتي ساب مدرب، المدرب ده يحق له الشغل كم مره تاني؟ لا هيحق له برضه، يعني هقول لحضرتك هو ساب والنادي هو اللي ساب بالظبط. طيب النادي هو اللي ساب، المدرب ما اشتغلش تمام؟ في شرط جزائي بياخده او ان هو بيديله لغايه نهايه عقده معاه لمده سنه، سابه بعد شهرين بيديله 10 شهور تمام كده؟ طيب طيب المدرب برضه في هذه الحاله يحق له الانتقال الى نادي اخر، لان انا ضمنت لك حقك من النادي لو انت ما اشتغلتش على مدار السنه. طب انا اشتغلت ورحت نادي تاني، يبقى انت نادي واحد برضه بتاخده. طيب. ودي هتدي فرصه اكبر برضو لعدد من المدربين. طيب اللي هم خد ودي معايا بس عشان افهمها كويس. دلوقتي هو دلوقتي النادي مشاه وراح نادي تاني مشاه برضو، هيحق له يشتغل في نادي تالت ولا لا؟ لا خلاص خلاص مرتين بيكتفي، وهو كده كده ضمن له الحصول على مستحقاته الماليه حتى نهايه السنه. انا ليه بقى سالت السؤال ده؟ عشان حضرتك فاهم برضو ممكن بالتوافق يعني يقول ان انت اللي مشيتني مش انا اللي مشيت، فتبقى فيها تحايل على القانون. قلنا لحضرتك احنا عشان نضمن حقوق كامله اللي هنا وهنا صح. واحنا برضو نكون في الصوره، فده اللي احنا عملناه ان شاء الله. ده عظيم جدا. طيب البند بقى الاكثر اهميه اللي الناس كلها سالت عليه النهارده وعايزين نفهمه تفصيلا، انه مفيش نادي يروح يشتري لعيبه باكتر من الميزانيه اللي هو حاططها في الرخصه بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ عشان الكلام ده شكله من بره حلو بس عايز افهمه اكتر. احنا عايزين نطبق اللعب المالي النظيف. عظيم. تمام؟ عظيم. وشفناه بيطبق في الدوريات الاوروبيه المختلفه، انت دلوقتي الانديه قدمت على الحصول على رخصه خلاص وكل نادي مقدم الميزانيه الخاصه بيه. النادي بتاع زميلي كريم قدم ميزانيته ب 50 مليون جنيه.
ما ينفعش ان انت تشتري لعيبه ب 55 مليون جنيه ولا احنا نقول لك الصب تعالى هنا في لعب مالي غير نظيف وفي عقوبات هتحدد اما بايقاف النادي اما بهبوط النادي، ده كله لسه هنحدده، لكن اللي احنا بنأكد عليه اللعب المالي النظيف هنشتغل عليه من خلال الميزانيات اللي اقرت في التراخيص اللي حصلت عليها الانديه. وهيبقى ليه اصل الموضوع ده معقد جدا حتى اوروبيا يا دكتور ايهاب، انت عارف اكيد ومطلع، معقد جدا، فعندك الاليات وعندك اللوائح اللي هتقدر تعاقب بيها واللي تكشف بيها الاهم كمان. بكل تاكيد اللوائح احنا هنشتغل عليها، لكن انت لو جيت سالتني كاب ايه الحل الامثل عشان تقدر تطبقه؟ اقول لك ان انا لازم يبقى عندي فصل ما بين كره القدم وما بين الانشطه الاخرى داخل النادي من خلال شركه الكوره اللي يبقى لها الميزانيه المستقله على النادي. هنا بالفعل اقدر احاسبك صح، اقدر ان انا اقفلك وابقى عارف انت ميزانيتك بالفعل كام، لكن انت ممكن دلوقتي في الرخصه بتاعتك مقدم لي الميزانيه الخاصه بتاعت النادي من خلال الفروع افتتحتها من خلال كذا، لكن ده بدايه لطريق صحيح عاوزين نصحح فيه، والصح هيجيب الصح اللي بعد كده ان شاء الله. اصل انت عارف يا دكتور ايهاب، احنا عشان عايشين الكره المصريه وعايشين حاله الجدل دايما، انا بفكر لقدام يعني مثلا لو جمهور معين شاف نادي بيشتري لعيبه كتير قوي هتلاقي بقى انت عندك كاتحاد كوره، لا وريني بقى الميزانيه بتاعته، هل هو اشمعنى هو بيتسيب له وانا لا، وهتلاقي ان انا دخلنا من قبل الجماهير ما هتتكلم احنا هنتكلم، يعني احنا احنا مبدا الشفافيه والعداله بين كل الانديه، ما فيش فرق ما بين نادي صغير وما بين نادي كبير، احنا كلنا جايين لخدمه الانديه، وبالتالي لازم الانديه تساعدنا ان احنا نعمل منظومه صح تليق بكره القدم المصريه، تليق بمصر، اقدم اتحاد افريقي، تليق بمصر في المنطقه كلها، لازم احنا بقى نستبق الاحداث ولازم ان احنا نعالج السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده. فاحنا اكثر الناس اللي هنكون حرصا على تطبيق مبدا العداله في كل الانديه ان شاء الله. عظيم جدا. انا اعلم ان فيتوريا مدير فني نشيط جدا وسال على منتخبات الشباب وسال على فرق الشباب وبيتحرك في انديه، ايه اكتر الملامح اللي شفتها في فيتوريا دلوقتي في طريقه شغله وعمله؟ اللي انا شايفه ان الراجل دقيق جدا في كل شيء، ما بيسيبش حاجه، الراجل متابع جيد جدا للكره المصريه، للمراحل الصناعيه، عاوز اقول لك النهارده من قعدات من الحاج عامل حسين اداله ملحوظه، قال له اللي انا ملاحظ وسجلت عندي ان الفئه السنيه في مصر من 19 سنه ل 23 سنه فيها خلل، مفيش عدد من المواهب، وده المفترض اللي هو يكون امتداد للفريق الاول وللمنتخبات المصريه، فبالتالي لازم ان احنا نشوف لهم حل عشان مشاركتهم في المباراه يكونوا موجودين، فاحنا النهارده برضو خدنا الحل ان عندنا دوري الخاص بالفئه العمريه 2001، القايمه 30 قلنا 25 واحد هيتسجلوا من فئه عمريه 2001 وخمسه في كل قايمه من مواليد 99 و2000 عشان نضمن مشاركه اكبر عدد من الناس دي من الفئه العمريه من 19 ل 23 سنه عشان يبقى عندنا امتداد للمنتخبات المصريه، فالراجل دقيق جدا في شغله، الراجل حريص على متابعه كل ما يخص الكره المصريه، بيدون ده كله في اجندته، على اتصال دائم بالاتحاد المصري، على اتصال دائم بالكابتن حازم امام، شفته في جولاته المكوكيه مع المجالس والادارات الفنيه للانديه المختلفه، فده شيء جديد. احنا سايبين له الناحيه الفنيه كامله يختار اللي هو عايزه باريحيه كامله عشان نقدر ان شاء الله نحقق نجاح معاه، فانا كلنا مستبشرين خير مع الراجل، عنده امل، عنده طموح، عنده رغبه في تحقيق نجاح، واحنا ان شاء الله هنساعده على كده، وانا بدعو طبعا كل الزملاء وحضرتك اقولهم من الزملاء الاعلاميين في البرامج المختلفه وفي الصحف المختلفه وكل شيء ان احنا نكون داعمين وساندين عشان نقدر نرجع منتخبنا المصري بكورته الجميله اللي كلنا ان شاء الله ان شاء الله. في مباراه وديه لمصر مع الارجنتين في اكتوبر القادم، هل اقرت خلاص؟ باذن الله تم الاتفاق عليها، وبعد موافقته ايضا في مباراتين ثانيين بيتم الاتفاق عليهم بناء على طلب مستر فيتوريا، متوسطين مع منتخبات متوسطه، وبلجيكا كمان النهارده طلبت اللي هي تلعب مع منتخب مصر، وده كله بيتم من خلال شركه بريزنتيشن اللي هي بتتمم الاتفاقات مع كافه المنتخبات. يعني الارجنتين دي خلاص مؤكده؟ خلاص مؤكده. يوم ايه يا فندم؟ هتبقى في 10 في الامارات ان شاء الله. في شهر 10 في الامارات باذن الله. ومباراه بلجيكا ليها موعد؟ بلجيكا لسه، يعني بلجيكا هي طلبت اللعب معانا، لسه هيتعرض على مستر فيتوريا اذا كان هيوافق ولا لا، ويحدد تسكينها لو هو وافق، لكن هو طالب اقامه مباراتين مع منتخبين برضه متوسطين عشان يكونوا اعداد اللي انا اتدرج في المستوى لغايه ما اوصل لمباراه الارجنتين. عظيم عظيم جدا. اخر حاجه بقى، واسالها لك بصفتك الاعلاميه وصفتك عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره، واعرف قد ايه انت شخص محترم. احنا الفترة اللي فاتت كان فيها حالة من التوتر كلنا عايشينه، وبيانات وزعل وضيق، والاهلي النهارده كان منسحب من كاس مصر ولعب، وشفنا بيان النادي الاهلي امبارح اللي قال فيه انه اتحاد الكوره رد بشكل محترم.
امتى الامور ترجع هادئه تماما بين اتحاد الكوره وكل الانديه، مش بتكلم بس على النادي الاهلي، امتى نعيش اجواء صحيه سليمه ما فيهاش اي مشاكل ولا بيانات رايحه جايه ولا حد زعلان او متضايق؟ انا بكلمك بصراحه بشكل عام، وانت عايشت معانا امور كثيره على مدار اتحادات سابقه كثيره. انا مع حضرتك. اتفضل. تمام، وكلام محترم للغايه. هتكلم عن دورنا احنا داخل الاتحاد المصري لكره القدم. بكررها مرارا وتكرارا وبقول الاتحاد المصري بكامل تشكيله وكل العاملين فيه ليس على خلاف مع اي نادي من الانديه، الاتحاد المصري بيكن كل تقدير وكل احترام لكل منظومه كره القدم وعلى راسها النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه الكبرى اللي احنا عارفين ان هم اساس السلعه اللي احنا شغالين عليها واساس كره القدم في مصر. الاهلي ببطولات كثيره، الزمالك ايضا ببطولات، وبالتالي دايما بقول دول جناحين الكره المصريه. فالعلاقه علاقه احترام على المستوى الشخصي جدا جدا. بعض الانديه وربما احست ببعض الظلم في بعض الفترات، احنا بنسعى لتحقيق العداله الكامله من خلال تطوير منظومه التحكيم، وعندنا تحكيم على اعلى مستوى. كابتن عصام عبد الفتاح بذل كل ما لديه من جهد خلال الفتره الماضيه وبشكره، لكن هي سنه الحياه. التعنب بخبير اجنبي لتطوير منظومه التحكيم، عندنا تحكيم وحكام على اعلى مستوى. شفنا النهارده اللي حصل في الدوري الانجليزي، يعني الناس النهارده قالت التحكيم المصري بخير بعد ما شافوه. فان شاء الله باذن الله تحقيق العداله هيخلي في اريحيه ما بين الجميع، وده اللي احنا بنسعى له. لكن انا بقول لحضرتك كل التقدير وكل الاحترام المتبادل بين الاتحاد المصري لكره القدم وبين كل الانديه وعلى راسها طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك، واحنا لسنا على خلاف مع اي حد، احنا داعمين لكل الانديه واحنا جايين لمصلحه الانديه وفي ظهر كل الانديه اللي بتمثل مصر في اي محفل دولي. عظيم جدا. اخر حاجه بقى، هي مش سؤال، هي تحيه. وتحيه لحاجه ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، الناس العاديه او المشجعين او الجماهير، بس هقولها لك من اعلاميين المنظومة الإعلامية في اتحاد الكرة. واضح أنه حصل فيها تطور محترم جدا، حجم الحوارات اللي بتحصل مع المدربين، البيانات اللي بيبقى فيها توضيحات كثيرة، الأمور المتعلقة بالتواصل مع الجماهير على السوشيال ميديا، ففيها تطور كبير جدا. عشان أفاكر من كام شهر كنت أنتقد كثيرا منظومة اتحاد الكرة الإعلامية، فأحقاقا للحق برضو لازم أشيد بالتطور. خليني يعني دي شهادة بنعتز بيها من إعلامي محترم وإعلامي قدير. شكرا جدا. الحمد لله رب العالمين. بشكر كل برضو الزملاء اللي كانوا موجودين قبل كده، ناس محترمة وناس عملت الجهد اللي كان مطلوب منها، لكن الحمد لله معانا مجموعة محترمة جدا 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 من زملائنا الصحفيين والإعلاميين، وبيشتغلوا بأقل الإمكانيات. يعني إحنا لسه النهاردة هتشوف تطوير أكثر خلال الفترة القادمة. النهاردة في بعض المتطلبات عشان الشغل الإعلامي وشغل السوشيال ميديا النهارده وافقنا لهم عليها في مجلس الاداره، هتشوف صوره مختلفه تماما، ربما تشوف نشرات مرئيه من داخل الاتحاد المصري لكره القدم، تغطيه شامله. فانا بدوري كمان لازم اشكر كل الزملاء اللي موجودين معانا داخل اروقه الاتحاد من الزملاء الصحفيين القائمين على المركز الاعلامي، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. وانا بشكرك يا كريم على اشادتك بالمنظومه الاعلاميه المحترمه. اشكرك يا فندم دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة اللي فيها كثير من التوضيحات حول قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.